رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في غاية من التهنئة للأمة بأجمعها ولأهالي منبج بشكل خاص، لأن هذه الذكرى العظيمة ذكرى تجعل في نفوسنا حبا وشوقا ومودة وإحسانا لبعضنا من ذكرى هذا الرسول، ذكرى سيرته العطرة الطيبة. نسأل الأمة أن تكون على أحسن حال دائما وأبدا إن شاء الله.